بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسيحي أختي المسيحية، الموضوع اللي أنا هتكلم فيه ده موضوع هام جدا جدا. الموضوع اللي هتكلم فيه ده يعتبر مسألة حياة أو موت. عشان كده أنا عايزكم تسمعوني بقلوبكم، ما تسمعونيش بالأذن. لو سمعتوني بقلوبكم وحكمتوا بقلوبكم وتركتم التكبر والتعصب، أنا متأكد إن الكلام ده هيخترق قلوبكم، لأن معظم المسيحيين مش متكبرين. ربنا اللي قال لنا كده سبحانه وتعالى، قال لنا المسيحيين مش متكبرين. ربنا قال لنا: لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. فلو انت مش متكبر كلام اللي بقوله لك ده دلوقتي هيوصل لقلبك وهتصدقني. انا هتكلم عن بعض المعجزات الخارقه والدلائل القاطعه في القران. أرجوك تسمعني واسمعني بقلبك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الذاريات في الجزء 27 في آية رقم 47: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون، يعني ربنا بيقول أنا بنيت السماء بقوة وهوسعها، هستمر في توسيعها. العلم الحديث أثبت إن السماء بتتمدد وتتوسع بسرعة 30,000 سنة ضوئية في الثانية، لأن في 275 مليون نجم بيتولدوا كل يوم، فلازم السماء تتمدد عشان تستوعب هذا العدد الهائل، وإلا الكون ينفجر. عشان كده ربنا قال من 1400 سنة وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف إن السماء بتتوسع منين؟ إذا كان هو كراجل أمي ولا يقرأ ولا يكتب من 1400 سنة، إلا إذا كان القرآن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. دليل تاني ومعجزة تانية رائعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسها ثم لينزعها، فإن في أحد أجنحتها داء وفي الآخر دواء. العلم الحديث أثبت ان جسم الذبابه، احد اجنحه الذبابه، فيه مواد مضاده للبكتيريا والفطريات بتقتل البكتيريا والفطريات الموجوده في الجناح الاول. فانت اذا لو الذبابه سقطت في الاناء وانت غمستها، لما هتغمسها هتنزل المواد المضاده للبكتيريا دي في الاناء، فهتقتل البكتيريا والفطريات اللي نزلت من الجناح الاول. العلم الحديث اثبت هذا في اكتر من دراسه في امريكا وفي استراليا، اثبتت صحه هذه المعلومه او هذه المعجزه، لدرجة انهم الان بيصنعوا مواد مضادة للبكتيريا او مضادات حيوية من جسم الذبابة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده منين؟ الا اذا كان راجل، اذا كان نبي من عند الله، هو كان راجل امي لا يقرأ ولا يكتب، عرف الكلام ده منين؟ معجزة تانية رأى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ان الله خلق ابن ادم على 360 مفصل، على كل مفصل كل يوم صدقة. قالوا رسول الله: ومن يطيق ذلك؟ قال: التكبير صدقة والتحليل صدقة والتحميد صدقة، الى اخر الحديث. ويجزئ كل ذلك أن يصلي أو تصلي ركعتين في أول النهار. العلم الحديث أثبت إن كل واحد منا بيتولد ب 360 مفصل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، من 1400 سنة. والحقيقة دي لم تثبت إلا من سنين قليلة جدا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده منين؟ إلا إذا كان ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده دليل قاطع، وأنا حاطط لكم تحت كل معجزة، أنا حاطط تحت الفيديو ده 10 معجزات خارقة. تحت كل معجزه هحط لينك دراسه تثبت صحه هذه المعجزه. معجزه رابعه، الكفار قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو انت نبي فعلا فشقنا القمر لنصين واحنا هنصدق ان انت نبي وهنتبعك وهنأيدك. قال لهم: تدوني العهد والميثاق على هذا؟ قالوا: نديك العهد والميثاق. ف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر نصين. قالوا له: لا لا لا، ده سحر، انت سحرتنا. فقال لهم: انتوا اللي طلبتم مني. ولما نفذت الكلام اللي انا نفذت اللي انتوا طلبتوه او المعجزه اللي انتوا عايزينها، خلفتم العهد والميثاق اللي انتوا اديتوه لي؟ قالوا: لا لا، دي معجزه، دي سحر، ده سحر. قال لهم: طيب ده لو سحر، في مسافرين هيجوا بعد يومين هنسالهم نشوف شافوا ايه. لو هم شافوا اللي انتوا شفتوه ما يبقاش سحر، لو شافوا القمر زي ما هو يبقى سحر. المسافرين جم بعد يومين وقالوا: احنا شفنا شيء غريب جدا، شفنا القمر انشق نصين، بقينا مذهولين مش عارفين ايه التفسير اللي بيحصل ده. قالوا له: لا 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 محمد، انت سحرك بعيد المدى، يصل الى اماكن بعيده جدا. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ان يروا ايه يعرضوا، لما يشوفوا معجزه يعرضوا يرفضوا، ويقولوا سحر مستمر، يعني يقول ده سحر يوصل لاماكن بعيده. لما رواد الفضاء نزلوا على سطح القمر وجدوا شق في القمر، شق طولي في القمر طوله 125 كيلومتر وعرضه 1500 متر وعمقه 500 متر، وجدوا
لحام في الشق ده عامل زي لحام الكهرباء. عملوا ابحاث على الشق ده لقوا انه مستحيل مستحيل يكون يجي نتيجه اي ظاهره من الظواهر الطبيعيه سواء بركان او زلزال او اي شيء. قالوا احنا مش عارفين ايه ده جاي ازاي وعمل ايه. واتعمل ليه ابحاث، واحد من علماء وكاله ناسا الامريكيه قال ابحاثنا اثبتت ان القمر انكسر بعدين التحم مره اخرى. القمر انكسر والتحم مره اخرى، مما يثبت بدليل قاطع ان ربنا سبحانه وتعالى شق القمر نصين من 1400 سنه للنبي عليه الصلاه والسلام وبعدين التحم مره اخرى. الاربع معجزات دول ما يجوش نقطه في بحر، نقطه في بحر من المعجزات اللي موجوده في القران والسنه اللي بتثبت صدق القران وعظمته، واللي بتدفع مئات ومئات من المسيحيين التحول الاسلام كل يوم. 50,000 مسيحي بيخشوا في الاسلام في مصر، 5 مسيحيين بيتحولوا في الاسلام كل ساعه في امريكا بسبب عظمه القران وبسبب قوه هذه المعجزات. فلو انت بدات تصدق معايا ان القران ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ويا ريت تنزل تحت الفيديو وتقرا العشر معجزات اللي انا كاتبهم. العشر معجزات دول نقطه في بحر من المعجزات الموجوده في القران والسنه. لو مساحه تحت الفيديو تكفي اكتر من كده كنت وضعت، لكن للاسف ما تكفيش. لو انت بدات تصدق معايا يبقى انت انسان متواضع ومش متكبر. لو انت بدات تنكر يبقى زي الكفار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شق لهم القمر ورفضوا. لو انا قلت لك بص على 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 نور الشمس في السماء قلت لي انا مش شايف حاجه يبقى انت متكبر، يعني انك انت اعمى. عظم قوه المعجزات اللي موجوده في القران والسنه اقوى من ضوء الشمس في السماء. لو انت بدات تصدق معايا لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره ال عمران في الجزء الثالث في ايه رقم 85: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اي واحد هيرضى باي دين غير الاسلام مش هيتقبل منه من القيامه وهو في الاخره من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي ولا بالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. الا وكان من اصحاب النار. الحق نفسك قبل فوات الاوان. انا عملت الفيديو ده لاني خايف عليك، لان عايز اكون سبب في انقاذك من النار. بلاش التعصب الديني، ما تدمرش نفسك، ما تدمرش اخرتك، ما تخسرش الجنه. انت ما تقدرش تتحمل عذاب النار جزء من الثانيه، هتقع في جهنم عمرك ما هتخرج منها ابدا ابدا ابدا. هتعض على اصابعك يوم القيامه من الندم، هتبكي دم يوم القيامه، هتبكي دم، هتفتكر الكلام اللي بقوله لك ده، هتقول يا ريتني كنت سمعت الاخ الطيب اللي نصحني. لكن هتكون فات الاوان، وقف اغلق الباب. هتمنى ترجع للدنيا تاني ولو لحظه عشان تدخل في الاسلام، لكن هيكون خلاص فات الاوان. تحول الاسلام قبل فوات الاوان، ما تدمرش نفسك. انا نصحتك وانت حر، اترك التعصب الديني. احنا مؤمنين بسيدنا عيسى ومؤمنين بسيدنا موسى، وسيدنا موسى وسيدنا عيسى انبياء عظام. سيدنا عيسى لو كان حي الان كان اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بقى مسلم. احنا مؤمنين بكل الانبياء ومؤمنين بسيدنا عيسى وانه نزل معاه بالانجيل، لكن رسالته انتهت ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. هتحول الاسلام قبل فوات الاوان. انا نصحتك وانت حر، لو روحك طلعت من جسمك قبل ما تخرج في الاسلام مصيرك المحتوم هيكون جهنم، هتخلد فيها ولم تخرج منها ابدا. وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله والله بصير بالعباد.